ولا تطع كل حلاف. وفي هذا ذم للذي يكسر الحلف بالله والحق، يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، حتى أن الذي ينفق سلعته في تجارة وبيع وشراء باليمين الكاذبة ممن لا ينظر الله إليه يوم القيامة لا يزكيه وله عذاب أليم. ينفق سلعته باليمين، يكتب اسم رب العالمين من أجل كسب مدري كم في البطاطا. إيش يخص ربك عندك إلى هذا الحد؟ قال سيدنا الإمام الشافعي في مظهر من مظاهر عظمة الحق في قلبه، ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا، حتى صدق قال ما حلفت. ليش يحلف؟ معظم لاسم ربه جل جلاله. إنما يكون ذلك عند الحاجة وعلى أمر دين عظم أو لضرورة، أما غير ذلك فلماذا؟ والله 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 والله، ليش؟ وين عظمة هذا الاسم؟ وين عظمة المسمى في باطنك يثرك؟ هذا ما هو اسم هين، لا ينطق لسانك ولا لسان ملك ولا إنسي ولا جني بأعظم من هذا الاسم ولا أشرف من هذا الاسم. ما تجعل عرضة لأيمانك، اذكره بالإجلال بالإكبار بالتعظيم. لا لسانك ولا لسان ملك ولا لسان إنسي ولا جني تقدر أن تنطق بأشرف وأعظم من هذا الاسم، الله. ما في أعظم من هذا الاسم، ما قد نطقت لسان ملك ولا إنسي ولا جني بشيء أعظم من هذا الاسم قط، بأي اسم كان. هذا أعظم ما يمكن أن ينطق بواحد. فعظم ربك، لا تجعله عرضة حلاف حلف. ليش تحلف؟ ولا تحلف إلا لحاجة ولضرورة وعلى بينة. ما يكون حلاف خرجت عظمة الله من قلبه إلا وهو مظلم القلب معظم للدنيا فهو مهين.